ليست حتى الحوت البيزنطي الخطة بسيطة، ادخل المزاد كتاجر يريد المزايدة على القطع الأثرية الغريبة. نعلم أنهم يريدون دبوس الشعر وسيحضرون المزاد، لقد تركوه يفلت مرة بالفعل من بين أيديهم. عندما يظهر دبوس الشعر سأراقب الحشد وأحرص على الحصول عليه، سيضمن ذلك لقاء مع هذا الخازن. واثقة أنهم سيزايدون عليه مهما كان الثمن. أجل، سأجمع ما بوسعي من المعلومات عن هذا الخازن قبل بدء المزاد. نظراً إلى منصبه لن تجد النميمة بشأنه قليلة. أول ريشة دون هدف محدد، يجب عليك العثور على الهدف الصحيح. لا تشتت نفسك، ركز على المهمة الحالية. لا جدوى من الإمعان في أمور لا وجود لها، هذا حقيقي. فهمت. الصمت أفضل للعقلاء وأفضل بكثير للحمقى. حظاً موفقاً. أنحن بحاجة إلى الحظ؟ هناك فساد في الكرخ يا خازن، سرقة للممتلكات وابتزاز للتجار وتعذيب للذميين. الفساد مستشر وفي كل مكان، لكنك في صميمه. حتى هذه اللحظة ينتشر فسادك إلى أراض لم يمسسها سم التنظيم. سمعت عن رغبتك في دبوس شعر سيطرح للبيع في مزاد بدائرة المال. سوف أنافسك في رغبتك الملحة وأجبرك على الظهور. أيها الناس، يحذرنا رؤية البازار مفعمل بالحيوية، لا يجذب التجار أرشدني يا إنتي. باسم تعال. كان علي توقع حضورك يا كوم. لا تشك. باسم تعال. كان علي توقع حضورك يا كوم. هل تعرف أي شيء عن الخازن؟ شخص يعمل لصالح الخلافة. الخازن؟ أعرف شيئا في الواقع، لكن كما تعرف من المؤلم الإفصاح عن المعلومات الثمينة بلا مقابل. ما العمل الذي تريده الآن؟ تعرف ما يدور في ذهني بالفعل، صحيح؟ كما ترى أيها الحسون الصغير، دائرة المال ليست مجرد حدث مهم للطبقة العليا من الكرخ، بل للصوص أيضاً. هل أخذ أحد شيئاً منك مجدداً؟
صحن فنجان خزفي ثمين أخذه لوقا، لطالما كان يغار مني. أين مكانه في اعتقادك؟ عرفت أنني سأعتمد عليك أيها الحسن الصغير، ستعثر عليه في الصناديق قرب متجره. سأعود بعد قليل. وصراخ شديد بحلول نهاية اليوم. سنحتاج إلى تعقب. أسمعت عن الفوضى التي حدثت قريبا من هنا؟ لا تخبريني أنهما كوم ولقب. لابد أن هذا هو المتجر الذي أشار إليه كونغ. لنبحث الآن عن ذلك الصحن. أثق في أن كونغ يمتلك صحناً كهذا، ربما سيخبرني الآن بما يعرفه عن الخازن. نشاط مريب فوق الأسطح. ماذا ترى؟ Mm.
لكن ليس هذا الشهر. لو كان ابن موسى على قيد الحياة فقط. أولئك الشرقيين. أهلا، انظر إلى بضائعي يا صديقي في الطابق العلوي. هناك أشياء لم ترها في بغداد من قبل. قطع أثرية صينية غريبة هنا فقط، ليس بأي مكان آخر. لا تكن خجولا، اقترب واندهش من مختاراتي في الطابق العلوي. السلام عليكم، هل ذكرت قطعا أثرية صينية؟ نعم يا صديقي، مرحبا بك. ستجد شيئا مثيرا للاهتمام هنا بالتأكيد. هل ترغب في المصوغات يا صديقي؟ يوجد لدي هنا حلي من أقاصي الشرق في المزاد، زهريات نادرة، فناجين شاي متقنة، لكن أميزها دبوس الشعر هذا، آية من الجمال، حتى إن الخازن سأل عنه. أين دبوس الشعر؟ أين هو؟ سيطرح للبيع في المزاد، إذا أردت شراءه أحضر كيسا مليئا بالنقود. دبوس شعر من الشرق، لابد أن هذا هو الغرض الذي كان الكلول يبحث عنه للخازن. لابد أن أبحث عنه في المزاد. ليس الخازن من الصنف الذي يقدر التأخير. أكرر، الخازن. ليس شيئاً نستعجله يا سيدتي. ذلك لن يسر الخازن ولن يسرني. أعرف، ابتكار العطر عملية معقدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا. قصارى جهدكم غير كاف. تعالي لنتحدث في مكان آخر، للجدران آذان. تلك المرأة ذكرت الخازن، يجب أن أنتبه لما يقال. لدى الخازن ولع بالقنان كما تعرفين، ليس هناك أكثر منه تعاسة عند ضياع 3 دستات من القوارير. مع توقف المؤمنين سير الإنتاج بطيئا يا سيدتي، بعض الحوادث هناك قد جعلت أيضا وضعنا صعبا. لا شيء مثل بعض التجارة لإطفاء الحيوية على يومك. ألست محقا؟ لديك رغبة في البيع؟ ستتولى الأمر بنفسك. إطعام أسرتي أيضا. لا يمكنني التحقيق أكثر من ذلك، لكني أستطيع إضافة هذا. لدي المزيد من كل ما يحتاج إليه أي شخص على الإطلاق، أكثر مما رأى أي شخص. أنت لا تخبرينني بالضبط ما الذي ينقصنا. إنه الدم يا سيدتي. الدم عنصر أساسي في الرائحة، إنه ما يجعل عطر القناع مميزاً، لابد أن نحصل عليه. سأتحدث إلى الخليفة وأرى ما يمكنني عمله. سيتعين على الخازن انتظار العطر. هذا العطر على خطابات جاب الضرائب، لقد ظننت أن رائحته تشبه الحديد. أكانت دماء؟ قد تكون هذه المرأة من المقربين للخليفة، إنها تعرف الخازن، لابد أن أتحدث إليها. السلام عليكم يا سيدتي. وعليكم السلام. لم يسعني سوى سماع بعض الحديث يا سيدتي بشأن العطر. ليس من اللباقة أن تسترق السمع، ولكن لأنك معجب سأعذرك. اسمي قبيحة، المرأة وراء القناع. له رائحة فريدة، ورد وعسل وخشب صندل، وإذا كنت قد سمعت قطرة من الدماء. دماء؟
كان ينبغي أن أخمن، ظننت أنها ربما كانت رائحة حديد. يولد الدم من الحديد، أليس كذلك؟ لكن بسبب ذلك الجزء يصعب إحضار كميات كبيرة. إذا كان حصرياً إلى هذه الدرجة فلابد من كونه رائجاً بين رجال الدولة. أظنني شممت رائحته بالقرب من الخازن. نينغ تستعمل القناع، إنها مفتونة تماماً بسحره الغني كحال العديد. شيء غريب، لا تبدو كشخص يهتم بفن العطور. ليس من الحكمة أن تحكمي على شخص من مظهره. بالفعل، هل ذكرت اسمك ولم أسمعه؟ باسم. باسم، يجب ألا أضيع وقتك أكثر من ذلك. أتمنى لك وقتا رائعا في دائرة المال يا سيدتي. الخازن امرأة إذن؟ واسمها نينغ؟ كم أرغب في الحصول على منهج نظريات علم الحيل لأهل. إليك. ينجح الحسون الصغير في توصيل الطلب ثانية، هذا ما احتجت إليه بالضبط لاستكمال مجموعتي. ظننت أن هذا يخصه. صار كذلك الآن. على أي حال أصغي جيدا، كنت أشرب شاي الظهيرة المعتاد فسمعت سيدتين تتحدثان عن استيفائهما طلبا لدائرة المال. لقد صنعوا رداء جميلا للخازن بتطريز شرقي معقد، انتبه إلى ذلك. زي شرقي، شكرا يا كول. الخازن ذمي من الشرق على الأرجح، سيبدأ المزاد قريبا. ما الذي حدث؟ هل أنت بخير؟ لقد مزقتني سنوبودي، ساعدوني أعثر على الله. هذا ما كنت بحاجة إليه. قادم لنيل منك أيها الكلب. أن تدير أي أعمال أصلاً أيها البخيل. لقد رأيت ما هو أفضل في معظم المتاجر التي زرتها اليوم. ليس واحداً منها. إنه أفضل سعر لدي. إن كان لا يعجبك فامضي قدما. عند باب الكوفة. هل هذه دعابة؟ ذلك ليس البخيل. إذا جعلتها دراهم بدلاً من لقد صارت الأمور أبسط بكثيراً مع نظام الترقيم الشرقي الذي ابتكره المعلم ابن موسى. لقد ترك لنا كنزاً عظيماً هو وجيله. هل تبدو لك الشرطة متحمسة أكثر؟ حدد سعراً ولن تعيب شخص عشوائياً وحسب. إنه أمر مقلق. ريسكابسانيا. لا أغش أبداً يا طبيب، لكنني لا أشعر بأن صاحب الشرطة مرحبا، السلام عليكم. يا ساس، نيهاو، هلو. موعدنا السنوي يحين مرة أخرى لتلبية أشواقكم والإنصات إلى رغباتكم وشراء ما أظهره الله لنا. يسعدني أن أرحب بكم جميعا أيها المبجلون في مزاد دائرة المال السنوي. يتصدر قائمتنا الحصرية والآسرة من المتفرقات الغريبة تمثال مذهل من بلاد الهند. إنه مصنوع من العاج على يد أمهر الحرفيين وسيشكل إضافة مثالية لأي بيت. ماذا لدينا؟ مزايد واحد بالفعل، بل اثنان. لننادي مرة، مرتين،
3. هل من أحد يود المزايدة على ذلك السعر؟ لا؟ بيعت، أصبحت من نصيب هذه السيدة الجميلة. أما بعد، فلدينا جمال سماوي فريد من نوعه. دبوس الشعر هذا من الشرق، انظروا إلى التفاصيل على التنين. غرض مثالي للاقتناء، بل والأفضل إهداؤه إلى صديقة تعرفونها. حسناً، كم تساوي هذه القطعة في رأيكم يا أصدقائي؟ 1. إلى الخازنة التي باركتنا بحضورها. نينغ، الخازنة. 2. أهناك شخص آخر؟ لدينا ثالث هناك. ويحي، 2 يتصدر المزايدة مجدداً. ماذا ستفعلوا يا رقم 3؟ إلى أي مدى تريدون هذا يا أصدقائي؟ استفتوا قلوبكم وأنصتوا إلى رغباتكم. لا أحد؟ بيعت إذن. إلى الرجل الوسيم الملتحي. دبوس الشعر هذا من نصيبك يا سيدي. والآن بخصوص قطعتنا الثالثة، ونشكركم مرة أخرى على جعل دائرة المال حدثاً ناجحاً. عسى أن تظل جيوبكم دوماً عامرة وقلوبكم تواقة. هل رأيت هدوءها وسماحتها؟ مثل نجمة وحيدة تلمع في ليل مظلم. لا يمكن التنفس بس، لكن الآن مع وجود تكون عند استعدادك، لكن إياك وإغبار شقيقتي. ولكن لدي موعد مع الخازنة، تنحى جانباً. آسف، تعليماتي كانت واضحة، دون مشبك لا يمكنك الدخول. هل تعرف من أنا؟ يجب أن أتحدث إلى الخازنة. لقد دعيت، استدعيت. السلام عليكم، لقد جئت لأرى الخازنة. لأي شأن؟ عندي هدية للخازنة إذا كانت ستراني. لا يسمح بالدخول إلا لأعضاء نقود العاج. بلا مشبك لن تدخل. السلام عليكم. أنت مجدداً، ماذا تريد؟ عندي هدية للخازنة إذا كانت ستراني. لا يسمح بالدخول إلا لأعضاء نقود العاج. بلا مشبك لن تدخل. رأيت سعر بلدي. حسناً.
هذا إثبات على أنني من طائفة التجار. انظري، أرأيت؟ تريد 3 أكياس من الزعفران و2 من الوانيلا وزجاجة عسل دون دفع قطعة نقد واحدة؟ مستحيل، هراء، هذا مضيعة لوقتي. مرحباً، أتريد توابل؟ هل لديك مشكلات مع الزبائن؟ ليس أكثر من المعتاد، هؤلاء القادمون من نقود العاج يخالون أنفسهم وكلاء الله في الأرض. أتقولين نقود العاج؟ لا ينبغي أن أتحدث عن ذلك، لا أعرف الكثير حقاً. أياً ما تعرفينه قد يساعدني. حسناً، لن يضر إخبارك بما أعرفه. نقود العاج طائفة تجار حصرية يحملون مشبكاً يتيح لهم الوصول إلى أماكن محددة. كيف تحصلين على هذا المشبك؟ سمعت أن طائفة نقود العاج لا تضم سوى وجهاء التجار، ولا يمكن دعوتك إلا عن طريق عضو آخر. يظنون أن مكانتهم تمنحهم الإذن بأخذ السلع دون نقود. أرأيت غروراً كهذا من قبل؟ هذا متوقع في الكرخ، شكراً لك. مرحباً، أتريد توابل؟ لقد رأيت ما هو أفضل في معظم المتاجر التي زرتها اليوم. لا دخول بلا مشبك، تعرف كيف تسير الأمور. أجل، لكنني تركت مشبكي بالداخل. لا ألا ترى المشكلة هنا؟ دون مشبك لا يمكنك الدخول. لعنك الله. هل تظن أن الأتراك سيتحركون ضد المسؤولين مرة أخرى؟ سيتصدى الخليفة لخطوة كهذه؟ إذا تبقت لديك أي قوة حقيقية؟ يا معاً نرى كل شيء يا أنكي. بالله ألا هدأ؟ لا شأن لك هنا. طائفة حصرية لتجار الطبقة العليا، كان يجب أن أتوقع وجود هذا. حجرة التحف ملاذ للخازنة، أحتاج إلى العثور على طريق للدخول.
لابد أن هذا مشبك نقود العاج. براق، لدي الحليتان. سيتعين على الحارس أن يسمح لي بالدخول الآن. وأنا في طريقي لرؤية شرطي المحتسب. أفترض أن الدفاع السلام عليكم. أنت مجددا، ماذا تريد؟ عندي شيء تريده، دبوس شعر صيني من المزاد، ومعي أيضا مشبكي. حسنا، يمكنك الدخول. من هنا سيدي. كنت أتطلع إلى مقابلة الخازنة، إنه لشرف عظيم. بالتأكيد، إنها مشغولة، إنها لا تظهر إلا في مناسبات نادرة. لم أرى كنوزا عديدة في مكان واحد هكذا. عليك اللعنة. أمسكت بك. ذلك مؤلم. يطعن الجبناء من الخلف. أمسكت بك. إنهم أنت ذا لتأكل كبيتا. لقد رأيته. كنت أتطلع إلى مقابلة الخازنة، إنه لشرف عظيم. بالتأكيد، إنها مشغولة، إنها لا تظهر إلا في مناسبات نادرة. لم أرى كنوزا عديدة في مكان واحد هكذا. لكن أبعد الصحن عن ناظري لتتناول كلاب السوق فيه طعامها. إن شروطها شديدة الصعوبة، يجب أن يحذر المرء ألا يتعرض للعض بالداخل. امتنع من فضلك عن الكلام عن الخازنة بما لا يليق. يمكنك الدخول. وجهك غير مألوف. اسمي باسم، جئت بغداد حديثا، لكن ليس بغرض التجارة. معظم تجارتي في التحف والمقتنيات الفاخرة. نظرتك للتفاصيل دقيقة. ماذا أحضرت لي يا باسم؟ تعرفين ما أحضرته.
رجل يحب التعامل الجاد. تعال أرني إياه. بديع، هل سبق أن رأيت شيئاً كهذا؟ بهذه المثالية والدقة؟ لا، لكنني مندهش لأن ذلك لم يسبق لك. لدي ولع بهذه الأشياء. في طفولتي ربطت مع أخواتي شعرنا بالعيدان وزيناه بالحصى. تظاهرت بأنها أندر الأحجار الكريمة. لم نمتلك شيئاً، لكن شعرنا أن لدينا كل شيء. ثمة أسباب تدفع الناس للقائي من أجل نصيحة أو للشعور بالسلطة، وغالباً لكسب ودي. ما سبب مجيئك يا باسم؟ بصفتي جامعة تحف زميلاً، لقد سمعت من الآخرين الكثير عنك، عن ترفك وذوقك، أرغب في التعامل. هل قالوا إنني كنت محظوظة؟ كما أكره هذه الكلمة. عندما وصلت إلى بغداد أول مرة كنت من بين الذين يبحثون عن الثروة، أما الآن فقد أصبح الشرق نفسه كالخاتم في إصبعي. حفرت طريقي بأظافري بينما استسلم الكثيرون وفضلوا الابتعاد عن المشقة، أما أنا فلا أمانع ببعض الخدوش والقليل من الدم. لا شك أنك عقدت صلات مع من التقيت بهم وساعدوك في الوصول إلى مكانتك. بغض النظر عما يقال، ما حك جلدك مثل ظفرك، لا ظفر غيرك. كل شيء يزدهر عندما تتآلف الأسرة. الأسرة كلمة فارغة من المعنى وأفرغ منها الأفكار. وحدها النفس تنصت إلى أعمقها مسات روحك وتتقبلك كلك. لا أحد يعيش وحده، لكننا نموت وحيدين. في نهاية المطاف نحن قطعا وببساطة وحيدون حقا. محاسن.
واصل، وقف دراماتك. يمزقك يا راسل. صحيح أيها الزميل. أيها الناس، اسمعوا وعوا. هل سمعتم آراء متعاطفة مع المتمردين؟ كلمات طيبة للرقيق الذين هربوا من أسيادهم وتركوا واجبهم؟ يسعى العيون وراء الأخبار عن أولئك الذين يحتقرون الخلافة ويخرجون على النظام الذي يحمينا جميعاً. بلغوا صاحب الخبر ودي أنواع الحياة. تشرفت. أدوات نافعة دائما. لا شيء آخر. يجب أن أذهب رحلة آمنة. عارف أنك نادرا ما تغضب. تناشد الخليفة كل القادرين أن يعلموا أطفالهم ممارسة الشعائر الدينية على الوجه الصحيح.
باسم، كيف أبليت؟ تضج الشوارع بالحديث عن المزاد. انتشرت الشائعات بسرعة، تبين أنها هذه المرأة نين. امرأة تتحكم بالأمور، لابد وأغضبت الكثيرين. أغضبتهم واستعبدتهم على حد سواء، لا عجب في أنها أبقت هويتها طي الكتمان. الآن يرتجف أثرياء الطبقة العليا الأوغاد في أرديتهم الحريرية، متسائلين إن كانوا هم اللاحقون. لن يتوقف التنظيم عند هذا الحد. إذا وصلوا إلى الشرق فلن نعرف إلى أي مدى سيصلون. هل رأيته؟ الجني؟ لقد رحل الآن، لقد رحل. استرح ما دمت تستطيع، عملنا لم ينتهي بعد. تتم العقود نفسها بنفسها. سلاما يا صاحبي. أهلا ومرحبا. إذا كنت تستطيع تحسين هذا تفضل.
أهذا كل شيء؟ مساعدتك لا تقدر بثمن. إلى اللقاء.